وعودة إلى الخبر العاجل، ما فاده بأن تقارير لبنانية أشارت إلى سقوط طائرة مسيرة في سماء لبنان. ينضم إلي عبر الخط الهاتفي مراسل اي 24 نيوز عمر ربيع. مرحبا بك عمر، هل من تفاصيل حول هذا النبأ الذي ورد في لبنان؟ نعم أدهم، إذا كل ما نعرفه هو مستند إلى وسائل الإعلام اللبنانية خصوصا قناتي المنار والميادين اللتين أفادتا بسقوط طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي من طراز سكاي لارك بين بلدتين عيتا الشعب ورماش في جنوب لبنان، إضافة إلى أن الجيش الإسرائيلي بحسب قناة الميادين يحاول بطبيعة الحال يعني استعادة المسيرة الإسرائيلية بعد سيطرة الجيش اللبناني عليها، ولا يوجد هناك أي تفاصيل كيف يقوم الجيش الإسرائيلي بالقيام بهذا الأمر، يعني بمحاولة استعادة المسيرة بحسب طبعا التقارير اللبنانية حتى هذه اللحظة أدهم. لا يوجد هناك أي رد فعل من إسرائيل على هذا الأمر، ولكن يمكن الاستقاء من ما قالته قناة الميادين حول محاولة الجيش الإسرائيلي استعادة المسيرة أنه يعني الجيش الإسرائيلي يخشى على ما يبدو من إمكانية تسرب معلومات كانت على متن هذه الطائرة التي يعني بحسب المعلومات الواردة هي طائرة جمع معلومات استخباراتية قصيرة المدى. نعم، أشكرك جزيل الشكر مراسل اي 24 نيوز عمر ربيع، كنت معنا في هذه المداخلة.